بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الإصحاح العاشر من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاتها فلتكن معنا آمين. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. فبمحرقات وذبايح للخطية لم تصر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبايح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ويشهد لنا الروح القدس أيضا، لأنه بعدما قال سابقا: هذا هو العهد الذي عهده معهم بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم، ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية. فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعده أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقترب. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة؟ فإننا نعرف الذي قال لي عن الانتقام: أنا أجازي يقول الرب. وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة،
من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رثيتم لقيود أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي، وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. نعمة الله الآب فلتكن معنا، آمين. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. إصحاح جميل. بولس الرسول بيتدرج ويانا، بيرتفع بفكرنا. في الإصحاح التاسع ارتفع بينا لقدس الأقداس، حيث تقدم الذبيحة مرة واحدة في السنة، مكان مقدس قدس الأقداس. مكان مقدس هو مكان حلول الله على الغطاء، زي ما شرحنا في لويين 16 في يوم الكفارة، The atonement, atonement day, to cover, يكفر. فبولس الرسول من الخيمة نفسها بيظهر ما هو ظل ورمز بين العهدين، عهد جديد وعهد قديم، بين قدس الأقداس كعهد جديد عتيد أن يأتي ونحن نحياه، وبين قدس تتكرر فيه الذبيحة كل يوم. ده في الإصحاح التاسع. في الإصحاح العاشر بقى بيعلن أن قدس الأقداس ذاته، حتى قدس الأقداس، ما هو إلا رمز وظل للخيرات العتيدة، فهذه أيضا متكررة. يقول فيها كل سنة ذكر خطايا في الآية 3، كل سنة فيها ذكر خطايا. ونلاحظ هنا نقطة مهمة قوي، إن تكرارهم للذبيحة بيذكرهم بخطية، فكل سنة فيها ذكر خطايا. لكن بالنسبة لنا إحنا في العهد الجديد، نحن لا نكرر الذبيحة، لكن نعيش في ذبيحة واحدة فيها نتذكر ربنا نفسه وموته وقيامته. كل مرة تأكلوا من هذا الخبز وكل مرة تشربون فيها من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي إلى نجي، اصنعوه لذكري. نحن لا نتذكر خطايا فبنكرر ذبيحة نتذكر بها خطايا، لكن عايشين في استمرار وديمومة ذبيحة واحدة نذكره هو بيها، نذكر موته وقيامته. ففي فرق كبير جدا بين ذبيحة العهد القديم وذبيحة العهد الجديد. فبيعلن أن الصورة وقتية ورمزية، صورة الهيكل في العهد القديم. فيقول لنا في الآية الأولى، لو نمشي آية آية، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لنفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. يعني هو بيتساءل، هل تستطيع هذه الذبائح أنها تحول النفس الداخلية لملكوت سماء؟ هل تستطيع أن تنقي النفس وتطهر الضمير من الداخل وتجعل هذا الداخل مسكنا للروح القدس؟ لا يمكن، لا يمكن.
دي ذبيحة حيوانية، إزاي تقدسني وإزاي تطهرني وإزاي تعد الهيكل الداخلي لحلوله؟ يعني نقدر نقول إن القول اللي بيقوله يوحنا ذبي الفم، تشبيه بيقوله يوحنا ذبي الفم جميل. ما أجمل أن يشبه القديس يوحنا ذبي الفم يد الله بفنان أمسك بريشة وابتدى يحط خطوط عريضة أولى لصورته الجميلة، مجرد خطوط نافعة وضرورية لكنها لا تدخل بينا للملامح الدقيقة التي تظهر لنا جمال المنظر. والكلام ليوحنا ذهبي الفم، فبيقول العهد القديم ده كان سكتش بإيد فنان جميلة لكنها ظل للحقيقة. فيكمل ويقول هكذا كان الناموس الموسوي في يد الله كلي القدرة، ما هو إلا خطوطا أولية لم تكمل إلا بذبيحة ربنا يسوع التي أعطت الصورة ملامحها الدقيقة وألوانها الجميلة وبلغت بنا إلى كمال السماء. علشان كده أحبائي كان لابد أنه الخطوط الأولية دي تختفي وتحجب تحت غطاء الألوان والملامح الأخيرة، صار لها كمال، وده التعبير اللي بيقوله بولس الرسول بيستعمله، أن يكمل. هل تقدر هذه الذبائح كل سنة التي يقدمون على دوام أن تكمل الذين يتقدمون؟ ينفع؟ هل هذه الخطوط تنفع غير بوجود المسيح ذاته كمالها في كمال المسيح؟ لأن هي في حد ذاتها مجرد سكتش، عمل ناقص وعاجز. فيسأل بولس الرسول وإلا أفماذا لا تقدم في الآية 2، وإلا لو كان يعني لها كمال، وإلا أفماذا لا تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا. يعني بولس الرسول بيتساءل أليس من المحتم الآن أن تذول هذه ولا تقدم؟ الكل تطهر بذبيحة السيد المسيح وصار في كمال الجمال السماوي، ضمائرهم نقية من جهة سكن الروح القدس وتحول النفس إلى عروس للعريس. عروس للعريس يعني عشان الصورة تبقى جميلة وواضحة، احنا قلنا ان ربنا بإيده الإلهية بيرسم خطوط لصورة كملها في شخصه الإلهي في تجسده الطاهر في حلول روح القدس فينا. عشان نفهم الصورة دي الوحي الإلهي رسمها لنا في حزقيال 16، فلو نقرأ الآيات من 8 إلى 14 في حزقيال 16، ودخلت معك، آياتها النفس البشرية عايز يقول دخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأذرتك بالكتان وكسوتك بذا وحليتك بالحلى فوضعت إسورة في يدك وطوقا في عنقك ووضعت خذامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاك جمال على رأسك فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز وأكلت السميد والعسل والزيت وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي. فهنا الكمال ببهاء ربنا علينا إحنا، هو اللي بيكمل جمالنا ببهائه هو مش بذبيحة دموية. وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب. فاحنا شايفين هكذا ان النفس البشرية صار لها جمال
وكمال ببهاء الله من ضمير صالح. دخل السيد المسيح معنا إلى عهده الجديد بدم نفسه، ليس بأقل يمكن أن يكون لنا بهاء. بأنا بهائي فخروف ولا طور ولا تيس، يعني لا يمكن، لا يمكن قيمتنا في الجمال اللي بيطفيه علينا هو من بهائه. ليس بأقل يمكن أن يكون لنا بهاء أن ذبائح العهد القديم لا يمكن أن ترفع خطايا ولا يمكن أنها تطهر ضمائر، هي فقط رمز يحمل تقدمة الطاعة والخضوع لمشيئة الله. بولس الرسول بيكمل في الآيات بعد كده من 4: لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. منطقي، لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربان لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بذبائح ومحرقات للخطية لم تصر. ثم قلتها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قالها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. لأن دي حقيقة، أن دم تران وعجول وتيوس وكل هذه الذبائح لا يمكن أن يرفع خطايا. انبرى الإقنوم الثاني، شخص ربنا يسوع المسيح له المجد، وقال أنا أفعل مشيئتك، الذبائح دي ما تسرناش، لا تسر بها نفسي، بل بالعكس. ده في كثير من المواضع في العهد القديم ربنا ضجر جدا من كثرة الذبائح اللي ممكن تقدم بضمائر ما هيش نقية، اللي ممكن تمتزج برياء الفريسيين وكذب رؤساء الكهنة وعدم صدقهم. فحتى داود نفسه بيقول: إن كنت تصر بالذبيحة لكنت لن أعطي، لكنك لا تصر. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: قربانا وذبيحة لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. ربنا موجود منذ الأزل، لكن هو موجود حتى في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه في كل مكان، لكن دخوله للعالم هنا في تجسده الإلهي دخول فريد، لأنه دخول بجسد. عند دخولك إلى العالم جسديا، زي ما شرحنا أن صعوده جسديا، فدخوله الآن هو دخول جسدي في وقت لم يخلو فيه منه مكان. هو موجود في كل الأوقات، في كل الأزمنة، في كل الأمكنة، لكن هذا الدخول دخول جسدي، لأنك لم ترد أو لم تصر بذبيحة وقربان فهيأت لي جسد. بولس الرسول اقتبس هذه الآيات من مزامير داود، مزمور 40 من 6-8، مؤكدا قضية الطاعة والخضوع الكامل اللي بتقدمهم ذبيحة المسيح بجسده، هيأت لي جسدا. طبعا الكتاب المقدس واحدة واحدة، احنا مش بنتكلم عن عبرانيين 10 بعيدا عن بقية كتاب المقدس وآيات الكتاب المقدس. ففي أشعياء 53 عارفين الآيات الشهيرة: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى ذبح، وكنعجة صامتة أمام جاذها لم يفتح فاه. فهو النهاردة بيقول: ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني، مكتوب عنك في مواضع كثيرة، منها أشعياء 53 ومزامير مزمور 22، يعني أماكن كثيرة.
عشان كده يقول في درج الكتاب مكتوب عني لا أفعل مشيئتك يا الله. ولما ربنا يسوع المسيح صلى في بستان جسماني قال لتكن لا مشيئتي لكن مشيئتك، فهو لم يعلن إلا الخضوع الكامل، خضوع الذبيحة اللي دخلها دخل العالم بيها بجسده كشرط من شروط تقديمها وقبولها. بنكرر تاني ونقول لهذا قال هيأت لي جسدا، وبكده نشوف انه اخذ هذا الجسد مولود من سيدتنا والدة الاله القديسة مريم في مزود بقر، حيث الحيوانات التي اطاعت زمانا وقدمت ذبيحة العهد القديم كرمز هو الآن المرموز إليه ذبيحة العهد الجديد مولود منها. هيأت لي جسدا لأكون بينها كواحد منها، كان ربنا بيقول كده. تملي نتكلم عن ميلاد ربنا يسوع المسيح في مزود بقر من أجل أنه هو متضع جه في أحقر مكان، لكن في الواقع النظرة الأعمق من كده تشرح أنه هيأ له هذا الجسد ليولد في مزود بقر وخرفان وذبائح عهد قديم، من حقها أن هي كمان تتمتع بوجوده في وسطها بعد ما أبائهم وأجدادهم على مر مئات السنين قدموا ذبائح. عشان كده يرجع يكمل ويقول ينزع الأول لكي يثبت الثاني، أي لأنه أبطل ذبيحة الحيوانات ليثبت ذبيحة جسد المسيح. ربنا لبس جسد لكي ما يوجد الإنسان كما كان يقصد الآب السماوي. الموت لم يكن خارجا عن جسد آدم حتى تأتي الحياة من الخارج، يعني الموت كان مزروع جوه جسد آدم مش براه. عشان كده المسيح له المجد جاه بحياة تنبع من داخله من داخل آدم. عشان كده كان لابد أن تمتزج الحياة بهذا الجسد عشان تقدر تطرد الموت. ومن هنا جت هذه الفكرة الإلهية العجيبة جدا، صائرية جدا أننا نتحد بيه، تمتزج حياته بحياتنا إحنا المائتة لكي ما تطرد الموت عنا. بهذا كما لبس جسد آدم الموت عاد فلبس جسد الحياة في جسد ربنا يسوع المسيح. وانتهى العمق ومنتهى الجمال. لذات الفكرة نتذكر قول بولس الرسول في نفس الرسالة في عبرانيين 2 آية 14 و15، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركوا أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. هو خد جسد المجد مننا، طبعا صار مجد في مجد وبهاءه، ودعانا لكي ما نكون كلنا له جسدا سريا ونحقق قصد الله الآب السماوي بهذه الوحدة العجيبة جدا. هكذا بقداسة كل الأعضاء في الكنيسة نتحد سريا أو سرائريا به، جسد واحد فيه هو سيد المسيح راس وتاج لهذا الجسد المقدس. بكده نقدر نفهم اللي قصده معلمنا بولس الرسول لما اتكلم في رسالته لأفسس في الإصحاح الرابع ما بين 13 و16، يقول لنا ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله
إلى إنسان كامل إلى قياس ملء المسيح. ففي جسد ربنا يسوع المسيح رأينا قوة لاهوت وله المجد في ضعف جسدنا. إيه الجمال ده؟ منتهى العمق ومنتهى الجمال، إننا نشوف قوته في ضعفنا، في إيديه الطاهرتين نلمس لمسته للمرضى وإطعام الجياع. كنا نعرف منين إن هو محب للبشر، بيئن لمرضاهم ويجوع لجياعهم ولجوعهم إذا ما شفناش إيديه الطاهرة بتشفي المرضى وبتطعم الجياع. نعرف إزاي محبته للبشر وانزعاجه من خطية البشر ورأفته وشفقته على الخطاة إلا في قدميه، القدمين اللي ساعدته في طريق خلاصنا لما كان بيقول يصنع خير. نشوف عينيك فينا رب إما شفناهاش بتنظر لضعفتنا في حنو بالغ، ودانك بتسمع أنين المستغيثين وصراخ البكين، وكل أحشائك بتئن لكل معوز ولكل مسكين. جمال، صار إنسان حاسس بينا، عشان كده يقول هيأت جسدا. ذبيحة العهد القديم كانت بتحس بينا، الخروف كان بيحس بينا، البقرة كانت بتحس بينا، لا يمكن. لكن المسيح له المجد قدم لنا ذبيحة تئن لضعفنا وتشفع فينا. كل الجسد اتعلق على خشبة وطعن في جنبه ليبطل فعل الشهوة في أعضائي ويهبني بابا أبديا مفتوحا أستطيع أن أدخل به للأحضان الأبوية. كنا هنعرفك إزاي رب إذا ما خدتش ليك جسدا. يبقى نقدر نقول ايه حاجتنا لدم التيران والعجول والتيوس؟ ايه حاجتنا لهذه الحيوانات العاجزة جدا والمسكينة؟ والسيد المسيح له المجد، هو اللي قدم ذبيحة جسده وداس الموت بالموت وجلس على يمين الله الآب منتظرا كمالنا نحن فيه. فبيكمل معلمنا بولس الرسول من 10 و11 بيقول فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد المسيح يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. أمر بقى منطقي فاهمينه. وبعد كده بولس الرسول بيكرر اللي سبق واقتنسه أو اقتبسه من أرميا النبي، يشهد لنا الروح القدس أيضا هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. صرنا الناموس روحي ودخلنا الأسرار داخلية لم نكن نراها في العهد القديم. ده اللي قصده أرميا في إصحاح 31 وقصده بولس الرسول هنا، حتى أن بولس الرسول رأى أن ما كان يتم وراء الحجاب الكيرتن بين القدس وقدس الأقداس هو ما قد تم على خشبة الصليب، وأعلن بصورة عجيبة وبينشف جسد المسيح اللي هو حجاب حجاب. وبهذا الجسد ووراءه اختفى ما يعلن روحيا لنا من قصة الخلاص والفداء العجيب. بولس الرسول أحبائي عايز يتكلم عن ناموس في قلوبنا مكتوب على أذهاننا ومطبوع فينا باتحاده بينا لما صرنا إحنا أعضاؤه واتحد فينا وبقينا مسكن للروح القدس. الناموس بقى في قلوبنا مش خارج عنا، ما بقاش واجب ملزم لكن بقى روح يحملنا.
امبارح 6 برمودة، ولا اول امبارح اعتقد يوم الاربعاء، كنا بنتذكر عيد نياحة القديسة مريم المصرية التائبة العجيبة اللي كانت بتبيع جسدها للخطية، وعلشان تجمع الأجرة اللي تيجي بها أورشليم في المركب، وهي جاية أورشليم لذات الغرض تبيع جسدها بفلوس، فباعت الجسد ده للركاب بتوع المركب وللربان عشان تدفع له. لما جت تدخل كنيسة القيامة لقت ايد بتصدها من ورا، بتشدها لورا، بتمنعها عن الدخول دون كل الحجاج اللي حواليها اللي كانوا بيدخلوا كنيسة القيامة. انزعجت جدا وأدركت انه ايدك يا رب بتمنعها انها تدخل بنجاستها لكنيسة القيامة. قدمت توبة بدموع أمام أيقونة الست العذراء، وأعطيت لها الفرصة، وقيل لها أن تنطلق إلى برية الأردن، غرب الأردن، في المكان اللي أنت تعمدت فيه يا ربي تقريبا، مكان جميل وبرية جميلة، وهناك في دير باسمها الروم الأرثوذكس، دير جميل أنا زرته وشفت الأيقونات الجميلة اللي فيه، واتبركت بالمكان الجميل اللي عاشت فيه هذه القديسة 47 سنة. الدير ما كانش موجود طبعا، الدير ده حديث جدا جدا، لا في كنيسة ولا دير ولا معاها كتاب مقدس، ولا هي مهيئة ولا مستعدة لهذه الرحلة. هي اتخذت من قدام كنيسة القيامة ودخلت جوه الصحراء في نذر جديد وعهد جديد، عهد توبة، لا معاها عظات ولا كتب ولا حتى كتاب مقدس، معهاش حاجة خالص. لكن نعجب ان هي لما قابلت القديس لوسيما بعد 45 سنة وجدها انها حافظة المزامير بالكامل بتصلي بيها. مين علمها؟ مين فهمها؟ علشان كده لما بولس الرسول يقول اجعل نواميسي في قلوبهم واكتبها في اذهانهم، نعرف فعلا ان الروح القدس هو اللي بيعلمنا ويذكرنا ويطهرنا وبيهيئنا، ما بقاش غريب عنا، ما بقاش ذبيحة حيوانية خارج عننا، لكن ذبيحة حية، جسد المسيح المتحد بينا. فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. فما أعمق أن يرى بولس الرسول في جسد المسيح صورة لحجاب، هو ظاهر أمام عينينا لكن في الواقع بيحجب وراءه صورة عمل فداء وخلاص لا يمكن إدراكه. ما كانوش قادرين يدركوا ما وراء الحجاب جوه قدس الأقداس، حتى رئيس كهنة العهد القديم لما كان يدخل جوه قدس الأقداس مرة في السنة كانوا يوصوه انه يدخل في الضلمة ويطلق كمية كبيرة من البخور عشان ما يشوفش، لو شاف هيموت، مخيف جدا اللي بيجرى ده ومحجوب عن عينين الناس في العهد القديم، بيجرى ورا جسد المسيح له المجد المتحد بينا، فكل شيء بقى مكشوف من خلال جسد المسيح. فما أجمل أن يصل بينا بولس الرسول إلى ما وراء الحجاب ويكشف لنا روحيا عن أسرار تجسد الله الكلمة. في الرسالة بيرتفع بالعبرانيين من إصحاحه الأول للعاشر بشخصية السيد المسيح اللي هو أعلى من الأنبياء، أعلى من الملائكة، أعلى من موسى، أعلى من يشوع، أعلى من هارون، أعلى من ملكي صادق، ارتفع به حتى كشف لنا عن ما هو وراء الحجاب، ما وراء جسده. فماذا بعد هذا؟ لم يعد لنا بعد أن ارتفعنا الأعماق أسرار الروحية إلا أن نهتم بحياتنا الروحية نحن، ونتأقز على حراسة خلاص نفوسنا. هي دي رسالة بولس الرسول للعبرانيين
في الآيات الباقية من الرسالة. من حكمة بولس الرسول أنه يوجه الرسالة مادحا سامعيه، هو بيتكلم في أمور عالية جدا جدا، وهم في الإصحاح الخامس مش فاكر لما اتكلم معهم على أنهم بيشربوا لبن، بيأكلوا لبن لا طعام، وبكتهم، كان بيبكتهم على تكاسلهم علشان يدخل بيهم للأعماق دي كلها، فبيشجعهم بولس الرسول، حس أنه لا، الناس دي محتاجة تشجيع علشان تفهم اللي أنا بقوله، يرتفع بروحهم لفوق. فابتدى في الإصحاح اللي احنا فيه، خلينا في الإصحاح العاشر، يمدح فيهم فيقول لهم أنرتم وصبرتم على مجاهدة ألم كثيرة، ويقول لهم أنهم مشهورين بالتعيرات والضيقات واحتمال هذه التعيرات والضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، وبعدين عايز يعمل دلة محبة بينه وبينهم، فبيقول رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح. الله على الجمال، عايز يقول أنهم روحيين وحلوين ومرتفعين فوق الماديات، فما أجمل أنه يمتدحهم لقمة الروحانية، أي التخلي عن ماديات العالم. بولس الرسول بيذكرهم بأعمال الرسل لما كانت الأموال عند أقدام الرسل، بيذكرهم للي قالوا في كورنثوس الثانية وإن كان لنا القوت والكسوة فلنكتفي بهما. فهنا بيتكلم عن مش أنتوا بس بتقدموا بإرادتكم، وحتى لما بيتغصب عليكم وتتسرق بتقبلوا ده بفرح، يعني بتقولوا بركة إنها جت منهم، الفلوس دي بالنسبة لنا هم ما احناش عايزينه، احنا مكتفين بنعمة المسيح اللي موجودة جوانا. فيا ترى اللي وصل لهذه الدرجة الروحانية العالية ممكن يتوانى فيما هو أقل؟ فيكمل بولس الرسول في الآيات 23 و24 و25 بيحفزهم ويحمسهم ويقولهم لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. وبعدين واجبنا نحو بعض في الآية 24 لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعض. بولس الرسول قدم في هذه الرسالة، رسالة العبرانيين، أعتقد عدناهم قبل كده مع بعض، خمس رسائل تحذيرية، دي واحدة منهم، عايز لهم احذروا، لأن اللي ربنا ادهولنا هو كنز يستوجب الحراسة، هو فضل ونعمة منه، فما نخرجش عن طاعته، لكن نثبت محبتنا له ونحاول القليل جدا أننا نأبريشيت، نقدر ونرد جزء ولو جزء صغير من الجميل. فهو بيحذر رسالة تحذيرية في الآيات اللي جاية، فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، يبقى بنستهين بذبيحة الله وكأن ما لهاش قيمة. حاشا، احنا خدنا معرفة الحق بقينا عارفين دلوقتي، فلا نستهين. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. فإننا نعرف أن الذي قال لي الانتقام أنا وجاذ يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وإن كان الكثير جدا يمكن أن يقال في هذا المضمار، فأنا أفضل أحبائي أن أصمت عن هذه الآيات، ليأخذها كل واحد منا
بجدية جدا آيات تحذيرية في زمن رديء رديء جدا يستوجب التوبة ويستوجب الحذر. ناخدها في التأمل أو ناخدها للتأمل، تأملاتنا الشخصية كل واحد لنفسه، لأنها رسالة تحذيرية مهمة جدا. نشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل هذا الجمال العجيب اللي أنت بتدهولنا، ومن أجل هذا الفضل العجيب اللي أنت بتفيض بيه علينا. نشكرك يا رب يسوع المسيح أنه خطة الخلاص والتدبير الإلهي هي بدقة وإحكام شديد جدا بحكمة الروح القدس وبمحبة ومسرة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.